سلام عليكم. رباط جزمة حذاء في الصعيد بكى أسرة كاملة، دي عناوين قصتنا النهاردة. قصة اختفت منها معاني الإنسانية بمعنى الكلمة، وهي قصة اختفاء طفلة عندها 5 سنين كانت جميلة وهادية بدرجة غير معقولة، لدرجة إن كل اللي كان بيشوفها كان بياخدها في حضنه ويصلي على النبي لحسن يحسدها من غير ما يقصد. يلا نتعرف سوا على أصل الحكاية في قناتي، قناة حكيم مصر. بس قبل ما نبدأ وقبل أي حاجة، روح اضغط على زر اللايك واشترك في القناة، ولو لأول مرة بتشوفني فعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. أهلا بيكم. الحكاية بدأت في قرية الحريدية البحرية في مركز طهطا تابع لمحافظة سوهاج، بشاب عنده 30 سنة اتجوز من 3 سنين وكان عايش مع مراته وحياته كويسة جدا، وكان شغال عامل بناء في قريته والقرى المجاورة، وللأسف تعرف على أصحاب السوء اللي خلوه بقى زيهم وأدمن المخدرات وخصوصا الشابو، وبطل يروح شغله أو يروح يوم وينام 10. مراته حذرته أكتر من مرة إنه يبطل الزفت ده وعياله أولى بفلوسه، بس هو ما كانش بيسمع لها أصلا وكان مستمر في اللي بيعمله، فقررت إنها تسيبه وتاخد عيالها معاها وطلبت تتطلق، وبكده هي ريحته من زنها وبقى عايش سلطان زمانه في الشقة. وعلاء بطل إنه يروح الشغل أصلا وبدأ يطلب من خواته فلوس، وكان في الأول بيدوله كسلف يعني، بس لما كلهم عرف انه بيشرب مخدرات مرضوش انهم يدوله اي حاجة تاني علشان ما يكونش معاه فلوس وما يعرفش يشتري الشابو ويخلوه يبطل. بس علاء كان مصر انه يستمر في شرب الشابو واصحابه مشجعينه، وكان كل يوم والتاني بيبيع حاجة من جهاز مراته اللي في الشقة لحد ما خلص على الشقة كلها وما بقاش للأسف معاه فلوس يجيب كيفه. خرج من البيت زي المجنون وهو مش عارف يتصرف ويتحكم في نفسه، ولقى حبيبة بنت أخوه بتلعب في الشارع مع الجيران وكانت لابسة حلق ذهب، فالشيطان بدأ يلعب في دماغه وقال له إنه هياخد الحلق ده منها من غير ما حد يحس. وعلاء أخد بنت أخوه من قدام بيتهم، وكانت الساعة 1 الظهر تقريباً، واستغل ان امها مشغوله بتحضير الغداء ومش مركزه مع بنتها. في الوقت ده اصلا بتكون القريه هاديه لان اغلب الناس بتروح تنام، فمسك ايد حبيبه وقال لها تعالي هجيب لكي حاجات حلوه وكويسه. حبيبه الطفله البريئه راحت معاه وهي مسلمه امرها لعمها، مع عمها والله يا جماعه، وكمان اخو ابوها التوأم وصل عند أرض الذرة قريب من البيت وحاول يشد منها الحلق، بس البنت بدأت تعيط وتصرخ، ولأنها بدأت ودنها توجعها مش مركز أصلا لأن احتياجه المخدرات مأثر على علاء، خاف لحسن حد يسمعها سد بقها بإيده ودخل وخد الحلق قدر يخلص عليها، فك رباط الجزمة بإيد وهو كاتم نفسها بإيد التانية، ولف الرباط على رقبتها بكل قسوة لحد ما قطعت النفس خالص وماتت، واخد منها الحلق وسابها في الزراعة جثة هامدة لا حول لها ولا قوة. ام حبيبة في الوقت ده كانت بتدور على بنتها عند الجيران، مرة تشوفها عند عمها علشان تيجي تتغدى مع اخواتها، بس ما كانتش لاقية بنتها، وبدأت الام تتوتر اكتر، وخصوصا لما عرفت من العيال اللي كانت حبيبه بتلعب معاهم ان عمها علاء هو اللي كان معاها اخر مره. فرنت على جوزها وليد اللي كان شغال في القاهره وقالت له حصل كذا كذا، وليد رن على عمده البلد واخواته عشان يدوروا على حبيبه، وبالفعل بداوا كل اخواته ومن ضمنهم علاء القاتل يدور معاهم، وكان واضح عليه انه زعلان وقلقان على بنت اخوه زي باقي عمامها مش اكتر. لحد ما المغرب أذن وبلغ العمدة الشرطة، وبقت البلد كلها مليانة بالشرطة بتدور على حبيبة، لحد ما واحد من الفلاحين بلغ العمدة إنه لقى جثتها في أرض الذرة
وام حبيبه انهارت وجريت على علاء وفي ايديها سكينه وكانت عايزه تقتله وتحط السكينه في قلبه زي ما قتل بنتها وحرق قلبها عليها، ولكن وليد جوزها منعها وقال لها مستحيل اخويا يعمل كده واكيد العيال ما يعرفوش حاجه. الشرطه اخذت الجثه والطب الشرعي اثبت انها ماتت مخنوقه وان في رباط حوالين رقبه الجثه وخرابيش حوالين بقها، وامرت النيابه بتفريغ الكاميرات القريبه من المكان بتاع الحادث واثبتوا ان عمها علاء هو اخر واحد كان مع القتيله، وبعد ضغط الشرطه عليه اعترف فعلا ان هو اللي قتلها علشان كان عايز فلوس يشتري بيها مخدرات، والنيابه امرت بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق. وابو حبيبه ما كانش مصدق ان توأم روحه عمل كده ببنته وانهار من الصدمه، وحاليا الاسره كلها لا يعلم حالها الا ربنا، ودي اخره الشابو وانتشار المخدرات في البلد. يا جماعه لازم نكون حذرين على اخواتنا واولادنا، وخصوصا العصر اللي احنا عايشين فيه ده، الاصحاب السوء بقوا كتير والله بتودي في داهيه، وما تسمحش لحد يقولك جرب مره ويا عم مش هتندم من مره. ما هو صحيح مش هتندم من مره، بس المره بتجيب 1000 مره، وبعدها والله مش معنى انه ابنك كبر يبقى خلاص مش لازم عليك انك تنصحه او حتى تمد ايدك عليه لو اضطريت ولقيته مستمر في الطريق الغلط. يعني علاء ده او غيره لو اخواته عرفوا انه مدمن مخدرات وحياته خربت خالص، ليه ما نصحوش او خدوه حجزوه في مستشفى واجبروه يروح مصحة ويتعالج؟ لازم نهتم شوية بأولادنا يا جماعة، وخصوصا لو عرفت إن المنطقة اللي ساكن فيها منتشر فيها المخدرات والمدمنين، لأنهم هيتأذوا من جميع الحالات، لأنهم مش بيكونوا في وعيهم ومش بيعرف ده أخوه ولا أبوه حتى. ويا ريت الشرطة تشد حيلها شوية وتبدأ بالتجار الكبار اللي المسؤولين أصلا في البداية عن دخول المخدرات. ربنا يحفظنا واياكم من اي شر، ويا ريت تعمل شير للفيديو ده لانه بجد لازم كل اولياء الامور تركز على تربيه اولادها. ودمتم بخير، ولو وصلت معايا لحد هنا فانا بقول لك بحبك جدا، اتمنى حضرتك تشرفني بالاشتراك للقناه، واتمنى حضرتك ما تنساش اللايك، اللايك مهم قوي قوي في الحلقه. اشوفكم بخير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.